حرق العلم. تحت هذا الشعار يتظاهر الفلسطينيون للإسبوع الثالث على التوالي في مسيرة العودة الكبرى على طول السياج الحدودي لقطاع غزة. سرعان ما تتحول المظاهرات إلى مواجهات مع جنود الاحتلال وقناصته الذين يتمركزون مقابل كل نقطة تجمع للغزيين. هذا الأسبوع يؤكد الفلسطينيون أنهم مستمرون في اعتصامهم وتظاهرهم حتى تحقيق مسيرة العودة حقوقهم بكسر الحصار وإيصال صوتهم بطريقة سلمية إلى العالم بعدالة قضيتهم مهما مر عليها الزمن. مسيرات الأرض بدأت في 30 من آذار وستستمر حتى الذكرى 70 لتهجير الفلسطينيين منتصف أيار، ما يجعل الاحتلال الإسرائيلي غير قادر على التعامل مع كمية متظاهرين إلا بالرصاص، الأمر الذي أسفر عن مقتل العشرات وإصابة المئات، فضلا عن الحالات التي يتم علاجها ميدانيا. رغم ذلك يبدو أن الغزيين سيواصلون مسيرات العودة الكبرى مهما كان الثمن مرتفعا، ليؤكدوا للعالم أن الشعب الذي يكافح بالسلاح يسلك أيضا طريقا سلميا يواجهه الاحتلال بالرصاص أيضا.